نشرت تقارير إعلامية أجنبية تحدثت عن محاولة نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع جيرسون مارتينيز جناح نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة. وتطرقت التقارير الإيطالية والإنجليزية إلى محاولة ليفربول ضم مارتينيز تحسبا لفشل انتقال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وجناح روما الإيطالي إلى صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان نادي ليفربول قد طلب ضم محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو، في الوقت الذي يصر فيه الفريق الإيطالي على مبلغ 50 مليون يورو للسماح للجناح المصري بمغادرة الأولمبيكو. ولا يرغب ليفربول في رفع قيمة الصفقة عن 40 مليون يورو، خاصة أنه العرض الثاني من أجل صلاح بعدما تقدم بعرض أول وصلت قيمته إلى 30 مليون يورو. وينتظر مسؤولو ليفربول تأثير الأنباء التي ترددت بشأن سعيهم للتعاقد مع مارتينيز على قرار روما، ذلك من أجل اتخاذ القرار الأخير بشأن انتقال صلاح.